على أذنهم مواطن مصري من محافظة الجيزة، برفض كل أنواع الظلم، عشان كده أنا برفض المحاكمات العسكرية للمدنيين. من حق أي مواطن مصري إنه يتحاكم قصاد قضية طبيعية. اسمي حسن الحسيني من الشرقية، أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وبطالب بحظرها من الدستور. أنا محمد زياد من طنطا، برفض المحاكمات العسكرية للمدنيين وبطالب بحظرها من الدستور. محمد صقر من المنصورة، أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وبطالب بحظرها من الدستور. أنا تامر إبراهيم من السويس، أنا برفض المحاكمات العسكرية للمدنيين وبطالب بحظرها من الدستور. أنا أحمد سلامة من البحيرة، أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وبطالب بحظرها من الدستور. أنا اسمي أحمد صبري، مصري شوتر، أنا ضد محاكمة أي مدني عسكرية. أنا محمد كمان من محافظة المنوفية، ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وبطلب حظرها داخل الدستور الجديد. أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وضد إن الجيش يكون كعبه عالي في الدستور اللي جاي. ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين. ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين. أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين. أرفض المحاكمات العسكرية. بنرفض المحاكمات العسكرية. فأنا ضد تماما المحاكمة العسكرية لأي مدني. ضد المحاكمات العسكرية.